طبعا تعودنا دائما من ملعب النجمة بين قوسين فريق الساب مثل هذه الفعاليات اللي تجمع الناس وتجمع اللاعبين وتكسر الروتين اليومي اللي تعودنا عليه بشكل يومي القسمة العادية، هاي تكسر الروتين. في نفس الوقت بعد نشوف شخصيات من زمان ما شفناها وما لعبنا وياها، عندنا مثل عبد النبي اللوتي وكثير من اللاعبين القدامى اللي ما شفناهم، هاي فرصة ان احنا نتلاقى بهم في هالمحفل هذا، وهذه فرصة هذه. وطبعا يستذكرنا في هذه الأوقات الأشخاص اللي فقدناهم مثل فيصل مدن وحسين ناصر، هاي الشباب اللي احنا تعودنا دائما كنا في هاي الفعاليات نشوفهم. حاج جامير حبيبي، أول شيء كبداية نحمدك على السلامة والحمد لله على سلامتك وما أشوف شر إن شاء الله، ملك دائما الصحة والعافية، وأنت معروف من جمهور ملعب النجمة من سنين، من يوم احنا صغار نشوفك جمهور دائما شو اسمه مواصل حضور. وش انطباعك اليوم على الفريق والدورة هذه؟ ايش رايك فيها؟ الدورة اليوم ايش رايك في الدورة؟ اول ابتدت الدورة كما سجلون اهداف، ان ما في دفاع اصاب الحارس، ان مني ما في دفاع لازم ما يجي جول. زين انت ايش رايك في تجمع الجماعه اليوم الدوره؟ ايش رايك فيه الدور اليوم الجماعه؟ ان يوم زين اللي رتب هاي المكان الملعب الدوره زينه. ليش دائما تحرص على دائما نشوفك هنا هجي كجمهور؟ ليش دائما تجي؟ اجي هنا اطالع الجماعه اطالع اللاعبين. ويانا طبعا لاعب مخضرم حسين سعيد وملقب ابو سعيد، لاعب معروف من لاعبين النجم القدامى، فنسأله ايش رايك في تنظيم هذه الدوره وايش رايك في هالتجمع الحلو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وال محمد. طبعا تنظيم ومشاركه، نشكر الاداره اولا على هذا التنظيم، هو يدل على شيء، يدل على تجمعنا ووحدتنا ووحده القريه ككل، الشكر لهم موصل. وش تبي تقول للاداره الجديده بنفسه هالمناسبه والاستعدادات؟ أقول لهم سيروا على هذا المنوال على طول وحيوا الفعاليات، فعاليات اللي بتجي والأيام إن شاء الله جاية، ونشوف أكثر وأكثر منهم إن شاء الله. طبعا نلتقي الحين بلاعب معروف عبد النبي أبو علي من لاعبين قدام القرية من نجوم فريق النجمة الرياضي ونجوم قرية النويدرات، فنبي ناخذ رأيه في هذه الفعالية. والله فعالية الصراحة عجيبة وملتقية من كبار في السن إلى صغار في السن، ونشكر إدارة النجمة الصراحة ما قصروا خير، والجماعة ده احنا نلتقي غالب مغلوب. أبو علي نبي تستذكر لنا أيام الأول، أيام اللاعبين ومن النجوم اللي كنت لعبت وياهم وانت أحد هاي النجوم. والله النجوم جليل اللوتي، إبراهيم اللوتي، مصطفى اللوتي، عبد الهادي اللوتي، خليل مدن، جعفر مدن، نجوم لعبنا هنا، كانوا تأسسوا كل من الملعب هنا، كل من هالملعب هذا أول، هاي الأساس كنا نلعب فيه. من يستحضرك من أيام المدربين اللي دربوك من أول ومن بداية شبابك، من اللي دربوكم؟ والله دربنا جعفر مدن، كان هني جعفر مدن وجليل اللوتي كان دربونا على ذكرهم في بداية ذلين، بس عقب جو تغيروا الحين جايين راح، بس هاي اللي هو شخصيات كانوا جعفر مدن شخصية قوية. جعفر مدن ما مش نفسه، جعفر عبد الله مدن عاد، جعفر عبد الله مدن اي هاي بعد يخليك تركض ورا الملعب تحيد. طبعا نشكر ابو علي، ابو علي لاعب اللي يمكن الشباب ما يعرفونه ايام اول، يمكن احنا لحقنا عليه شوي بداياتنا من نجوم القريه، نجوم القريه اللي ما ينسون. تشكر ابو علي. اشكرك. السلام عليكم. ويانا طبعا عباس ابو محمد احد لاعبين فريق الغربي، طبعا انا من اللاعبين القدامى ونبي ناخذ انطباعه، وطبعا هو احد ايضا الاداريين في الملعب يعني، فناخذ عن انطباعه عن الدوره. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أحب أحيي الشباب الموجودين الحين والإدارة القائمة على هذا الملعب، يعني بذل المجهود الكبير وش اسمه، يعني يسوون لنا دورات واجتماعوا وش اسمه ويجمعون اللاعبين القدامى والشباب الحين، فهي مبادرة جميلة واجد جميلة يعني، ونتمنى لهم التوفيق. و عباس انت من ضمن اللاعبين القدامى في الملعب، من يستحضرك من اللاعبين اللي شفتهم انت النجوم اللي شفتهم ديك الفتره منهم؟ والله وش اقول لكم، اللي كلهم يعني ما لعبت عام يعني دورات يعني، بس كنا نطالعهم يعني احنا صغار يعني، صراحه يعني فريق
ولا على قولتهم اللعب كان دورتها ايش اسمها وش اسمها التعارف مو التعارف دورة البلاد وش اسمها الاتحاد وكنا وكانوا كلهم نجوم يعني من الحارس الى يعني والدفاع والهجوم والوسط يعني بصراحة بس لكن في لاعبين مميزين منهم يعني ابراهيم يعني اللوتي هذا اخوكم يعني ما احتاج يعني هذا ابراهيم اللوتي اسطوره طبعا اسطوره يعني من اسطوره الملعب يعني وصح حتى يعني داخل يعني في النوادرات يعني وحرام كان المفروض كان يلعب بعد ويا انديه المفروض يعني بس سمونا عندك بعد يعني جعفر جمعاء هذا اللاعب يعني اذا العب وياه تحس انه ما يوقف يعني جسمه ما يحب انه ينهزم وعندك عباس جمعة وحسن محمد حسن مكي خاتم ولا يعني بصراحة يعني منهم المدربين اللي دربوكم في تلك الفترة؟ دربونا يعني احنا كنا في ملعب الصغير شو اسمه عندك حسن جمعة الله يعني كان بذل مجهود ويانا يعني معنا الكابتن جهاد عبد الحسين وانت اليوم في هذا اليوم التجمع الكروي في ملعب النجمة وش تقول في هذا اليوم؟ والله أنا يعني أحفز لهذه النشاطات أحفز لها واستمرارها يعني استمرارية يعني وجود هالناس هذه استمراريتهم وجودهم التجمع هذا أهم شيء المحبة أهم شيء هذا أهم شيء بس هذا هو أنت حين لعبت أول مباراة وش كانت النتيجة مالتكم؟ نتيجة 2-0 بس هي أول مباراة وما لا زال في عندنا بعد لازلنا في البدايه بعد محتاجين بعد اهم شيء اللي هو اللاعبين ركزون على اللعب اكثر شيء بعد اكثر زين وايش تنصح ملعب النجمه انه يقيم هذه الانشطه في السنوات القادمه وفي الايام الجايه مثل ما قلت لك استمراريتها اهم شيء الاستمراريه ما نبي ينقطع هذه اللي هو الانشطه ما نبيها تنقطع ابدا كباتن علي عباس خاتم ونجيب ناصر وش انطباعكم عن هذا اليوم انطباع سؤال خطير انزين انطباعنا اليوم صراحه وش اقول لك ابو نور عجيب كذي الاجواء متجمعين الجماعه كامل شياب وشباب وخصوصا اول مباراه غالبين تجي تسمونه ايه وغاشين يعني لهم بفريق قوي عندك يعني قوه معنويه شوي خش اجواء بس نجيب في الاداره لك عندي اير خفيه غش لي فريق ويا استاذ سلمان تعاون عشاء وتجمع عليهم فريق احلى ويتحججون بجهاد لا لا صراحه تجمع احلى واستانسنا يعني تونا مبدين وان شاء الله تنعر علينا هالتجمعات بالخير عندنا كلمة بعد أبو نور كما كنت أعدكم بالنصر دائما أعدكم بالنصر مجددا هذه كلمتك تعقابلنا باكر في النهائي بها يلا معنا اللاعب عباس ربيع عباس ربيع وانت في هذا اليوم واليوم التجمع الكروي في ملعب نادي النجمة وش انطباعك عن هذا اليوم بالعكس يعني يوم حلو وحالات يعني تجمع اللاعبين القدامى الصغار على قولتنا صرت تعرف ما بين اللاعبين الاوليين والجدد يعني وش رايك انت الحين في تقسيمه الفرق ان الملعب جمع اللاعبين هو اللي قسمهم الى فرق انت تشجع هذه الشغله لو كل واحد يسوي له فريق لا اشجع تقسيمه يعني بس عاد تصير على اعمار مثلا لابو 15 من العمر تخلون اللاعبين يعني تقسمون على حسب الاعمار كل فريق يصير فيه هالقد كبير هالقد صغير هالقد فيه عم شباب أضبط يعني أحلى وانت اليوم لعبت أول مباراة وش كانت نتيجة مباراتكم؟ نتيجة مباراتنا تعادل والله كنا غال كان بنغلب بس ما عدنا هجوم ويانا جعفر عبد علي اليوم أول مباراة غالب مسجل جول بعد وش انطباعك عن البطولة؟ بطولة تصير سنويا لحد الحين في السابع هي ثالث سنة على التوالي إن شاء الله تستمر في السنوات الجاية وبطولة ما لها حل تلم شمل أهل الديرة وأهل الساب بالأخص يعني وإيش رأيك في توزيع الفرق؟ عادل بشكل كبير بما أني أنا ونجيب وعلى عيد الفريق يعني يعني أفهم من كلامك أن نظمتون روحكم فريق قوي من تحت الطاولة حالياً مو في الإدارة بس عندك عيادي خفيفة في الإدارة من كذي قلت إياك على عيد وكذي لا هذه كفي كمستري بيننا فخلونا فريق واحد نشكرك والله يعودك ان شاء الله تطلع من البطوله وما توصل نهائي زين انت ايش رايك بهزيمتك الاولى
جاي متأخر ومو مركز، والنصر في المباريات القادمة. وصل الكابتن الكبير علي أبو حيدر، وش تقول انطباعك عن البطولة اليوم؟ البطولة لا زال لنا أمل، ولو أن احنا مغلوبين 2-0، لكن واحد يقول ويش، أهم شيء المشاركة في هالملعب هذا العزيز، وإن شاء الله نحقق نتائج طيبة إن شاء الله. وصل اللي ضدك أبو تميم، وش تقول عن مبارتك ضد أبو حيدر؟ أنا أهدي الفوز لأبو حيدر وخليه يتعلم إن شاء الله شلون يسجل ويصنع ويتمركز، وإن شاء الله المباراة الجاية بعد خسرانين وإحنا الفوز لنا. أقوالهم جت في البداية وإحنا ناقصين. طبعا الحارس أنا تأخرت، بعضهم ما جاوا دوخونا، وبعضهم توهم جايين أبو جعفر، كل سنة كذي كل سنة. يلا لكن لنا أمل، لنا أمل إن شاء الله البطولة الجاية المباراة الجاية بنعوض. علي حسن جمعة، في أول مباراة تعادل، أول شيء حدثنا عن انطباع البطولة وأجواء البطولة. أول بداية أشكر إدارة ملعب النجمة على إقامة هذا الحفل الكروي اللي جمعنا شباب القرية، كبار القرية، صغار القرية، مثل ما نشوف على روح واحدة وقلب واحد. طبعا المباراة الأولية متعادل، كان في حماس، كان في شدة، في قوة، هجمنا استحوذنا، بس للأسف ود عمك مري ود عمتك مضيع لنا فنتين بالراس ومسطلين الجماعة، لكن الحمد لله إن شاء الله المباراة الجاية. أبو جعفر الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم سداسيات النجمة الثالثة بهالمناسبة هذه لثالث سنة تقام السداسيات، تعال محمد حبيب الصوب، رأيك فيها يا أبو جعفر؟ والله دورة تلم الشباب وتجمع أهل القرية ويكون يوم جميل وفي محبة يعني بين الأخوان، ونتمنى بين كل سنة نصير هاي الدورات هذه. أبو سعيد غالب المباراة الأولية وأنت متعادل عدل، ثالث مباراة تتوياه، فيه تحدي بيكون في هالمباراة بينك وبينه؟ ان شاء الله ما ندري، ان شاء الله نكون نفوز يعني. يوم يقول لعبوا المباراه الاولى وغلبونا، انا ما حضرت المباراه الاولى، ولكن المباراه الثانيه ان شاء الله نعوض يعني. ابو سعيد غالب المباراه الاولى وعنوان التحدي يا ابو جعفر. طبعا احنا غلبناهم، هم موجود، نتمنى اليهم افضل ان شاء الله. وابو جعفر عاده كل يتاخر هاي مباراه اقوى مباراه نغلب ان شاء الله، يعوض المباراه الجايه واحنا نفوز في المباراه الجايه بعد. ابو ناصر كذي نفس الصوره، لعبت المباراه الاوليه وفزت وحربشت على الاول والتالي زين الدفاع، بس يعني بس المهم النتيجه النهائيه 2-0. عندك طموح توصل للنهائي؟ الطموح اكيد النهائي، احنا كل طموحنا دائما عيوننا على الكاس احنا. زين لعبت بخط عشان نهدي الكاس لأم محمد. أم محمد هاي بعد اهداء خاص. لعبت بخطة المباراة الأولية، أبو سعيد حسين سعيد خليت برا لمدة يمكن نص الوقت يعني، يمكن تكتيك معين، ورقة رابحة دائما حسين سعيد. لو تلاحظ أن الهدف الثاني جاي من باس من حسين سعيد، ليش؟ ورقة رابحة يعني، عندك أوراق رابحة في المباريات. التكتيكات بشكل عام عند أبو هادي، بس داخل الملعب شو يسمونه القياده موجود عندنا. والله الا التكتيكات عندي وطلعتني نص الشوط الاولي، هذا يعتبر يعني تكتيك مناسب يعني. اكيد لا ابو هادي بالتوفيق ان شاء الله. طبعا ويانا احد اللاعبين المخضرمين المعروف علي كسيل، ملقب بالمايسترو، مشهور طبعا علي كسيل معروف، ومن اشهر شيء له كان ضربات الجزاء، هو تقريبا اشهر واحد كان في فريق النجمه هو في البلنتيات. ناخذ انطباع عن الدوره، وش رايك في الدوره؟ والله الدورة هذه هي سداسيات، هي مشاركة، والواحد لما يشارك مو لازم انه يكون يطلع الاول، انه هو يكون يشارك، انه يكون يجمع الجماعة وياه، ويكون اصدق صديق بين البرة وبين داخل، ويجمع كل الفرق. هذه اهم شيء هذه في هذا، بحكم ان انت احد اللاعبين القدامى ومن نجوم القرية ومن نجوم فريق النجمة في تلك الفترة، من هم النجوم اللي أنت لعبت وياهم؟ لعبت ويا إبراهيم اللوتي، عبد النبي اللوتي، عبد الهادي، مصطفى اللوتي، جعفر جمعة، في يعني لاعبين واجد يعني مميز. من اللاعبين يوم كنتون صغار من اللاعبين اللي شفتونهم أنتون كانوا أكبر منكم سنة شفتونهم يعني؟ إحنا كان ما كان يعني هذا، هو كان أنت الأول في فرق
في بعضهم تلعب في فريق الغرب في فريق اللي هو فريق النور وبعضهم يلعبون في فريق اللي هو الهداية وبعضهم يلعبون في فريق هذا الغربي. الغربي كان هو أقوى فريق. شنو مثل لك أنت هذا الفريق؟ هذا مثل يعني وش مثل البيت اللي أنت ساكن فيه على طول ومستحيل تتباعد عنه. احنا شفناك انت من اللاعبين لازلت حريص على انك تشارك. لازم انا اشارك لانها فريقي ومستحيل انا اتنازل عنه الى اخر العهد. ابو جعفر معروف غني عن التعريف دائما من سنين، دائما مسألة التحدي عنده موجودة ودائما حماس وحيوي ويخلي حماس دائما عند الشباب من اللاعبين المميزين، دائما حماس. نسأله وناخذ انطباع عن الدورة. والله الدورة يكون فيها تجمع حق الشباب الملعب ويكون بين التلاقي بين الكبار اللاعبين وصغار اللاعبين اللي هو الشباب، ويكون فيها تجمع كبير يعني. معروف أبو جعفر أنت من اللاعبين القدامى، من هو اللي لحقت عليه نجوم هذا الملعب القدامى؟ أنا لحقت على إبراهيم اللوتي وعبد النبي اللوتي وعبد الجليل اللوتي ومصطفى، هاي اللاعبين المخضرمين اللي كانوا في ملعب النجمة يعني، بالإضافة إلى اللاعب اللي هو محمد جمعة اللي هو حارس المرمى، وبالإضافة إلى منصور عبد الوهاب، هاي اللاعبين المخضرمين الكبار اللي موجودين في الملعب اللي لحقت عليهم يعني. دائما اسم أبو جعفر يتردد عند اللاعبين الشباب، دائما حماس ودائما حيوية، شنو مثل لك فريق النجمة؟ فريق النجمة يكون بالنسبة لي هذا الفريق اللي تربيت فيه وتعلم فيه لعب الكرة وعطاني الحماس والتحدي في اللعب اللي هو كرة القدم. شنو السر ان ابو جعفر لحد الان مو مستغني عن الكرة ولا زال حماس وحيوي ولا زال شاب؟ العب لان هذه الكره هي اللي ترجع الحماس اللاعب وترجع فيه اللياقه البدنيه وتحرك جسم الانسان يعني. ويانا ابو علي احد لاعبين قريه النويدرات وفريق النجمه، ومعروف طبعا ابو علي غني عن التعريف، طبعا اول بدايه ناخذ انطباع عن هذه الدوره. والله دوره زينه مشجعه حق الشباب الحين والخليط هذا القدامى مع الحديثين، وإن شاء الله يستمرون فريق النجمة في هاي الفعاليات إن شاء الله. أبو علي أنت دائما حريص على نشوفك تحضر بعض الفعاليات، شنو مثل لك ملعب النجمة وفريق الغربي؟ والله فريق النجمة يمثل لي كل شيء يعني، من يوم الطفولة إلى الآن فريق لا زال مستمر من الستينات إلى الحين وهم شغال يعني، الحمد لله على الإمكانيات اللي عندهم وعلى هاي الظروف اللي عندهم، إلا كان لأنهم حريصين على مواصلة المشوار الرياضي. الأول صعب تقول لا هذا يعني إنه ما في نجوم، لأن الكل نجم، الأغلب اللاعبين نجوم، أنت منهم من النجوم اللي لعبت إياهم؟ نجوم الفريق النجمة يعني وكثار يعني، مثل إبراهيم اللوتي، عبد النبي اللوتي، مصطفى جليل، عندك المرحوم عبد الرضا كسيل، أحمد سرحان المرحوم أيضا، ولاعبين كثار يعني. يمكن ما منو كان ديك الفترة مدربين، منو كان مدربينكم؟ كان جليل اللوتي دائما هو المسيطر في التدريب. إذا يوم كنتم صغار منو كان بالنسبة لكم هم نشوفون من نجوم كانوا كبار يعني أكبر منكم في السن؟ يعني أنا لعبت لأنه مع بعض في سن متقارب يعني، كان أكبر واحد فينا مهدي حبيب يعني، بس والباقي كله من جيلنا يعني مع بعض يعني، ما في كلنا من عمر واحد.